إذا قبل الفاصل يمكن كنا بنتكلم على النادي الإسماعيلي والنادي الأهلي، مباراة كانت كبيرة قوية فاز بيها النادي الأهلي. النهاردة أيضا لقاء آخر من نادي الزمالك هيقابل البنك الأهلي. يمكن في بداية الحلقة قلت المباراة مش هتكون سهلة. البنك الأهلي على الرغم من مستواه في جدول الترتيب ولكن بيقدم مباريات قوية بينقصوا التوفيق والفوز، يعني علامة استفهام كبيرة على البنك الأهلي، ولكن شايف مباراة اليوم النهاردة إزاي؟ هو بالنسبة للفريقين هي مباراة هيبقى متنفس جديد إن هو يحطه تاني على التراك الصحيح. خليني أقول لك بس بداية عن الزمالك، الزمالك أنا ملاحظ إنه الزمالك عانى وجماهيره عانت مؤخرا، سواء بفترة بإيقاف القيد، بقلة المواهب في الفريق والصفقات اللي جت دعمت وبعد ما مجلس الإدارة اتدخل وحل المشكلة، ولكن الزمالك من ساعة ما بدأ الموسم الحالي خليني أقول لك رقم يمكن هيفاجئ بعض الناس، إنه ما قدرش يحقق 3 مباريات فوز في الدوري المتتالية. إحنا بنتكلم في 13 مباراة، هو أقصى حاجة عملها حقق الفوز مرتين ورا بعض. بعد مباراة الأهلي مباراة كبيرة، أنت بتتكلم في الديربي قطبين الكرة المصرية وتقدر تحقق الفوز، كل الناس قالت ده دفعة معنوية كبيرة جدا للنادي الزمالك في اللي جاي. نكتشف إن الزمالك في أول مباراة لي في الكونفدرالية على أرضه قدام 50,000 مشجع بيتعادل 0-0. طب وبعدين راح غانا وفي غانا كسب 3-0 واعاد الفرحه تاني للجماهير. فالنهارده ما حدش يتوقعني بالظبط، ما حدش يتوقعني. والنهارده زي على فكره انا حاسس ان النهارده الماتش مش هيبقى سهل ابدا بالنسبه للزمالك، لان انا شايف ان الجيل الفرقه الموجوده دلوقتي هي ما بتعرفش تفرح مرتين ورا بعض عكس النادي الاهلي. على فكره عايز اقول لك حاجه، النادي الاهلي خرج من القمه بالخساره، فكان متوقع هو اللي اتاثر نفسيا. لا، الاهلي طول عمره ان الهزيمه بتقويه، الهزيمه بتوقفه افضل من الاول. هو دايما يقول لك الفوز بيجيب فوز، ما مش عارف انا، يعني انا بقول كده بس الزمالك الموسم الحالي هو اخره فوزين.